وعقب هذه الزيارة الأخيرة تحدث حاكم إقليم تبسيتشونا إليمي حسن عن حصيلة الزيارات المختلفة التي شملت مختلف مدن الإقليم. قمت أولا بجولة تفقدية للتعرف على كافة مناطق الإقليم، وذلك من خلال أخذ لقاءات مع المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين. من هذه الجولة تخرجت من الشعب وتعرفت أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي يعيشها سكان الإقليم. من خلال هذه الجولة لاحظنا بأن الإقليم يعيش في استقرار تام من ناحية الأمنية والاجتماعية، إلا أن هناك مشكلة تنقيب العشوائي للذهب الذي منعه الحكومة. احنا قمنا بإرجاع بعضهم، وجدنا أن أكثرهم أطفال جايين من الأقاليم الآخرين والأجانب أكثر كمان، وصلناهم إلى الجهات الأمنية المسؤولة. في جولتنا أيضا وجدنا أن بعض المدارس والمستشفيات خالية من الممرضين والمعلمين. إذا عاشت وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة باتخاذ القرار اللازم، بعض المناطق كثير من سكانها ما زالوا يعيشون على الطريقة البدائية من الآبار والعيون المياه المدفقة من الجبال. إذا نطلب من وزارة الزراعة يرسل خبراء يساعد الناس كيف يستعملوا المياه الجارية من عيون الجبال يستعملها في الزراعة. وأيضا أخذنا اللقاء مع الشيوخ التقليدية الذين تعرضت مناطقهم من حريق أكلت اليابس واللين، وهذين الشيوخ يطلبوا من المنظمات القرية خاصة المنظمة قرب الكبير أن يساعدوهم.